بسم الله الرحمن الرحيم. Autodesk LIVE Viewer ده برنامج Autodesk عاملاه بحيث ان انت تقدر تتجول في الملف اللي انت عامله. هقول له انا عايز افتح ملف Select File. هقول له افتح الملف دوت Open. هتلاقي المشهد فتح معاك. هتقدر تعمل زوم بحيث تعمل تقرب وتبعد. الملف كله كأنه معمل له ريندر. تقدر تقول له انا عايز اعمل اوربت حوالين الشكل او ان انا عايز اتمشى. فتبدأ تتمشى في قلب المبنى. تقدر تعدل في الخصائص بتاعت الصن. لو قلت له عايز اقف في المكان دوت فهو راح لحد المكان دوت. بقول له طب انا عايز ابقى في المكان دوت. اقدر اخش جوه هنا في الصن واشوف انا عايز اللقطه في انهي وقت من السنه. يبقى في شمس يبقى في ظله زي ما انا عايز. في هنا فيوهات لكم مثلا الكيتشن. الليفينج روم. الشكل دوت.